كيلي يحيدونا ولا كنا راه كاين واحد 200 40 عام من صغري وانا خدام في هذا السوق وزيادة خلق في هذاك الدرب يعني مدة 13 عام في عمري ودابا 39 عام وانا تنقي الحوت عايش منه وهز منه الوالدة مسكينة يعني تنشري لها الدواء 150 درهم في الشهر هي عايش من السوق اخويا انا مني حليت عيني وانا خدام في التنقية يعني ما تعرف شي حرفة اخرى يعني فينا نمشيو اخويا حنا جاو حيدونا قالنا نقيو لكم الدنيا وجاو هذوك وما بقاوش ردونا يعني انا عمري كله نفس السوق يعني فينا نمشي انا دابا عندي 39 عام نتعلم الصنعه تعرف تنقي انا حياتي كلها وانا تنقي يعني هذاك المصدر ديالي تجيب الله مصاريف تنعيش مي معايا نعسه في الفلاش ومتطنوش يعني فينا نمشي انا تقريبا بير الحلو حنايا 300 واحد السوق يعني عايشين من امه كاين مسكين هاز عائله من السوق بحال دابا انا عايش منه تنشري منه الاضحيه ديال العيد الكبير وهز منه مسؤوليه يعني دابا حنا فين نمشيو خاصني نعرفو فين نمشيو هادشي اللي بغينا نديرو لنا حل ما عطاونا لا سوقنا مداجي لا والو حيدونا هما الموافد مخلصين شادين خلصهم حيت خدامين في المخزن وحنايا اللي ما قرايناش وبقينا مقابلين السوق خدامين فين نمشيو خاصنا البديل ديرو لنا سوقنا مداجي ونخدمو فيه ماشي تسوسونا حنا 30 عام ديال السوق وتدوف الاخر ديروا لنا نوضو نوضو نبقاو حنا انا دابا سيمانه وانا مريح جاب الله جمع واحد البركه وكل ما كنت عندي باش نعيش امي الدواء راك عارف الدواء مرض نفساني تيبغي الدواء فين نمشيو اخويا والله يجعل الله يدير لنا تاويل ديال الخير هادشي اللي نقول انا ما بقيت ما نقدر نقول حنا عايشين في ذاك السوق عندنا الوليدات عندنا الكرا عندنا الماء عندنا الضوء والراجل المريض شاد ليا الفريش وانا الخدام معاه ما عندناش شي غادي يعاوننا حاجه ولينا كراس بقينا باركين ما عرفناش فين غنوقفوا ولا فين غنبيعوا حنا باركين طلبوا الله والثومه ماشي نحاول نعاود وفينا رزق اخويا شي 30 عام ولا 40 عام وحنا فيه من بكري وحنا فيه حنا نتوقوا منه ناكلوا منه نشربوا منه وعايشين منه ما عندناش فين غنمشيو ولا فين غندورو وتقول هذاك السوق حيد علينا وقفنا ما عندناش اللي يجيب لك ما تاكل ما عندكش ولا رجلت 4 سنين دابا وانا شاد لي الفريش هو ناعس وانا اللي كنجري عليه وكنخدم عليه وكنجيب كنبيع ونشري في الخضره ديري الخضره كلشي 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 الخضره ديال الكسكسو كلها كنخدموها يعطيونا فين نترزقوا ولا فين نعيشوا يعطيونا فين نعيشوا وحنا معاهم يعني باش نحيدوا ما عندناش فين غادي نمشيو ما عندناش فين نعطيوها يعني هذيك هي المهنه ديالنا هذاك الشيء انا خلا مولا الراجل راه مريض عيان والله ما كنشري لي باقي الدواء في الشهر نحطها ليه خصني 4000 5000 ريال 34 عام 34 ملي مات راجلي انا كاينه تما من قبل ما يموت كان مريض انا تما مات راجلي في 96 كنبيع الربيع والخص والباربا هادشي اللي عندي هادشي اللي عطى الله ديروا لنا البديل ديروا لنا البديل فين نبيعوا ونشريوا ونتزقوا الله حيت ما عندناش يجيب لنا حتى قبطه النعناع خبطة الربيع ما كاينش اللي غيجيبها لي طلبار كون كان عندي البديل وعندي مدخول اش نروح ندير في السوق وانا مرا كبرت وشربت يقول لي سيري قلبي على راسك فين نمشي باقا نقد نجف في الدروج باقا نقد نجف على عباد الله نشقى على عباد الله ما نقدرش الا خطاني ندير لي خبيزه بارده وحلال حنا راه خويا عايشين الوليدات ديالنا من هاد السوق راه عندي انا بنيه معاقه وعندي سميتو يعني اللي ما كانش هذيك البلايصه ولا هذاك راه ما كان كاين من دخل ولادي انا كاري عندي بنيه معاقه ولا اله الا الله محمد رسول الله كنطلبوا من السلطات يديروا لنا البديل غير البديل ما طالبين حتى شي حاجه ما باغيش شي حاجه كثيره بنادم ما باش ياكل الخبز بغينا ناكلوا الخبز ما باغيش شي حاجه اللي ما عرفتش شنو هي الخبز صافي هادشي اللي عشت كنطالبوا الخبز بغينا نعيشوا